الدراري كاملين مجموعه كامله كامله اللي تعلمنا منهم هو ان ما تخرجش من الطيره او ما تخرجش من المباراه وانت حاس براسك قصرتي في حق هذاك خينا اللي خلصتي كي وجا دخل. ما يمكنش تربح كاع الماتشات وما يمكنش تكون ديما مزيان، ولكن على الاقل تكون انت مع راسك قلتي انا راني عطيت كل شيء. لا لا صراحه هي ماشي غبرت على 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 المشهد الكروي. هذه سنتين كنت كنشتغل كمساعد مدرب ديال هلال الطير مع وداد التمارا في القسم الثاني. شاءت الصدف انني لظروف ما عائليه كنت متواجد الديار الفرنسيه مع باش نكون متواجد مع الابنه ديالي والزوجه ديالي نكون متواجد معهم بحكم الدراسه ديال او بدايه الدراسه ديال المشوار الدراسي ديال بنتي الله يحفظها. مي رغم ذلك كنت متواجد في الساحه الكرويه، كان ندوز الدبلومات ديالي كيف ما تنقولوا. الحمد لله حصلت على شهاده البي ومؤخرا سالينا الدبلوم ديال الشهاده ا اللي من هذا المنبر كنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والكاف وعلى راسهم السي فوزي القزاع والسي فتحي جمال اللي سهلوا لنا الماموريه بواحد الشكل كبير باش اننا نحصلوا على الدبلومات في احسن الظروف وفي تكوين في اعلى مستوى وفي واحد الوقت اللي يكون وجيز. كما تيقولوا رحنا في الساحه متابعين للجميع اي حاجه وقعت في المغرب من الناحيه الجماعيه ولا الفرديه الكرويه. لا شوف انا ساليت ما نقولش كندير التدريب باش على قبل غير باش ندير التدريب. ساليت الكارير كما تنقولوا للمسيره الكرويه ديالي ساليتها في 2017. قبل بواحد الخمس سنين بديت كنفكر في التدريب، بديت كنفكر. واللي كان طرح عليا هذه الفكره مناسبه تحيه كبيره السي هشام دمعي في الفتره اللي كنت في فريق الكوكب مراكشي. كان هشام دمعي تيقول لي شتي انت مشروع مدرب. تما بدات كتدور لي الفكره ديال التدريب وبديت نفكر في هاد القضيه هذه ولا هاد المساله ديال التدريب. من تما بدا التفكير ديالي كيتجه لدرجه اني في الدبلوم ديال السي خديتو في 2016 فاش كنت لاعب فريق الكوكب مراكشي. جات من وراها الظروف العائليه اللي انت راك كتعرفها ديال الولاده ديال الابنه ديالي وكنت في فرنسا. ومن بعد جات كورونا كان كلشي توقف، يعني ما كانوش الدبلومات. من بعد بديت كناخذ لي ديبلوم. التدريب عندي هدف واحد من التدريب او الهدف الاسمى اللي عندي من التدريب هو نحقق داكشي اللي ما حققتوش كلاعب. يعني الرغبه اللي كانت عندي كلاعب عندي كبر منها كمدرب، ولا الطموح اللي كان عندي والاهداف اللي كانت عندي كلاعب كبر منها كمدرب. ملي كتكون لاعب كيكون عندك اهداف انك دير البطوله الوطنيه، دير كاس العرش، تلعب مع المنتخب الوطني، تاهل لكاس العالم مع المنتخب الوطني، دير كاس افريقيا، دير جميع الالقاب ممكنه لك كلاعب. ملي ما كتحققهاش كاين شي القاب ما تحققش ليا كلاعب. عندي طموح انني نديرها كمدرب. من الحوايج اللي كنتمنى اني نديرهم كمدرب اني نكون مدرب ديال ثلاثه ديال الفرق، على راسها المنتخب الوطني بطبيعه الحال، الرجاء الرياضي ونادي العين الاماراتي. هي الظروف اللي عشتها كاي لاعب كينتقل من مدينه صغيره كما تنقولوا احنا الكاره لمدينه كبيره بحجم الدار البيضاء. اللي زاد ساعدني نوعا ما هو انني قبل ما ننتقل الرجاء كنت معار فريق النقل الحضري اللي ما بقاش، اللي كان الرئيس ديالو انذاك السي عبد الهادي اصلاح الله يرحمه، كان رئيس عصبه الدار البيضاء وكان المدرب ديالنا السي بشعيب. دونك انا كنت جيت عندهم اعاره، كانوا في القسم الوطني الاول هوات، كنت جيت اعاره. تما بدا نوعا ما الصيد ديال واحد اللاعب في عمره 17 عام تيلعب مع النقل الحضري. تم منادات عليا منتخب الشبان عند السي فتحي جمال، كان انا ذاك مدير تقني او مكلف بالفئات الصغرى فريق الرجاء الرياضي، هو اللي اعطى الامر ولا اعطى الموافقه باش انهم يمشيو يشريو هذا اللاعب من عند الكاره. في الاول كنت احد المراكز اللي كانت في بورغون، كانوا اللاعبين الشباب ديال الكاراك ديال فريق الرجاء الرياضي عفوا كانوا كلهم متواجدين تما، كنا ساكنين تما. اكيد عانيت بحال جميع اللاعبين، ما كانش طوبيس كيف ما تنقولوا من بورغون لوازيس، يعني كان خصك تاخذ طاكسي بيض في طاكسي بيض وهذا كياخذ لك نوعا ما شويه الوقت. الظروف اللي كنا ماشي كنعيشوها، مي كنا كنحاولوا نتاقلموا كما تنقولوا. من الحويجه اللي كنا كنتاقلموا بهم يا اما كنشوفوا واحد من اللاعبين ديال الفريق الاول، انا ذاك كان هشام بوشروان، امير الرباطي، زكريا عبوب، عادل البكاري، الدراري اللي كانوا كيسكنوا قراب لينا كيمشيو معاهم في الطوموبيلات ديالهم. الا ما كانوش قراب تما كناخذوها نديروا الصاك في الظهر
وناخذوها فوتين كما تنقولوا، نجريو شويه تنوصلوا للتيران الراجا كنترينيو اكيد مورا لونطريمون الدراري تيسالي وتيجيبونا معاهم اللي كيحطنا في النواحي اللي قريبه نقولوا المعارف الزرقطوني ونجيو على رجلينا. مهم كانوا الدراري الله يجازيهم بخير تحيه كبيره لهاد اللاعبين هادو اللي ساعدونا بزاف، نقولوا على عبد اللطيف جريندو كان كيسكن انا ذاك في الحي المحمدي كان كيديني معاه باش يحطني في الطاكسيات نمشي للكارا، مصطفى شادلي، حيمار، الدراري كاملين كانوا كيساعدونا القدر المستطاع لدرجه وهادشي خدينا من عندهم لدرجه ان هاد الاخوان هادو الحويجات اللي كانوا كيديروا معنا الا ما كانش كيقدر يوصلك كيعطيك فلوس الطاكسي تقول ليه عفاك خويا زكريا عفاك واش دايز على بورغون، تيقول لك لا راني ما دايش على بورغون ما غندوش من بورغون هكا فلوس باش تمشي في طاكسي، حيت كتكون عندك يلاه ساليتي التدريب عيان باش تعاود ترجع على رجليك ولا تركب في ترونسبور نقولوا طوبيس نقولوا طاكسي، كيكون نوعا ما شيئا ما مكلف من واحد الناحيه، لان في الاول جيت انا الثلاث شهور الاولى جيت للراجا ما كانش عندي سالير كنت كنعيشوا كما تنقولوا بالبريمات ديال ليسبوار ديال جونيور، البريمات ديال الجونيور انا داك كانوا نوعا ما شويه، مي اللي انا واحد الحاجه اول مره غادي نقولها، انا اللي هضر لي على السالير اول مره في الرجاء هو زكريا عبوب، زكريا عبوب اللي دار لي السالير انا في الرجاء، كان لاعب فريق الرجاء الرياضي ديك الساعه هو اللي دار لي السالير، هذا خير ما ننساش وما عمرها تنسى لي انا ديال زكريا عبوب، هضر مع الاداره قال لهم هذا اللاعب هذا ما يمكنش يبقى يدي بلاصه هو ما عنده حتى شي حاجه، وهذا كان انا ذاك الرئيس كنظن السي عبد السلام حانات وتفهم الوضع سعد السلام حانات وداروا لي كونترا كيف ما تنقولوا في الصالير، وهذا كان نوعا ما قليل، ومن الاشياء اللي كتعاني منها ملي كتجي من ما نقولوش ملي كتكون طلعتي من ليسبور مي ملي كتجي من واحد الفريق ديال الهوات ومدينه صغيره هو التداريب، ما كتكونش مولف على ايقاع التداريب، تريني صباح وعشيه تداريب شاقه، يعني كتاخذ ديك الستة اشهر الاولى كتكون نوعا ما مرهقه، تما فين كيختلف عليك الامر وكتعذب شويه كما تنقول، انا ذاك فاش كنا كنلعبوا ما كانوش الصاليرات كما تنعرفوا ما كانوش الصاليرات، يعني اللي كان كيتخلص بزاف انا ذاك في الرجاء راه كان يلاه كنظن عبد اللطيف جريندو وشادلي هما اللي كانوا قدام وحيمر رضوان كنظن هما اللي كانوا ما كانش كيتعدى اصلا الصالير ديالهم واحد 5000 درهم انا ذاك، حنا الدراري ديال سبور وهذا راه ما كناش كنتخلصوا، انا راه في اوج العطاء ديالي في الرجاء كنت كنتخلص 2000 درهم، ولكن كان كيعطيك حافز اقوى انك تحسن الوضعيه ديالك، يعني الهدف الاول والاخير لك هو انك تحترف، كنت كتمشي ليكيب ناسيونال ما كنتش كتشوف الماديات اول حاجه ما كنتش كتشوف الماديات، انت في واحد المدينه صغيره في الرجاء، انا نعطيك واحد الحاجه باش تعرف السبت انا تنتفرج في الرجاء في دونور، السبت تنتفرج في الرجاء وجان دارك في دونور، غير ماركي عبد الواحد عبد الصمد كان دور المجموعات جان دارك السنغالي، ماركي عبد الواحد عبد الصمد رجاويين راه غيتذكروها من وسط الملعب من الجهه اليمنى من حدا الكاتريام اربيتر الحكم الرابع، غيدير واحد التشير من تما وغادي يطلو به فوق حارس المرمى وغتسجل واحد 3-0 كانوا فازوا الرجاء، انا كاين في التريبيون كاين في المكانة كنتفرج هادشي السبت، الاثنين انا مسيني كونترا مع الرجاء، حلم وكيتحقق شي حاجه اللي كتقول كتحلمها كتحلم وكتحقق لك جمهور اللاعب وكتحقق ليك، ما كتشوفش الماديات ديك الساعه، انت كتشوف هذاك القميص خصني نهزو، واحد النهار كنت مريح حتى تغوت ملي كتدخل للطيران كتقول راه واحد النهار انا كنت كنغوت كنت كنبغي هذاك يموت في الطيران، كان انا نهضر على نفسي شخصيا وهادشي اللي تعلمته من الدراري اللي سبقوني كلهم هشام بوشروان بيضودان امير الرباطي خالد فهامي رحيم شكيليط الدراري كاملين خربوش حيمار شادلي جريندو عبد الواحد عبد الصمد الدراري اللي المجموعه كامله زكريا عبوب مسلوب ناطير الدراري كاملين المجموعه كامله اللي تعلمنا منهم هو ان ما تخرجش من الطيران او ما تخرجش من المباراه وانت حاس براسك قصرتي في حق هذاك خينا اللي خلصتي كي وجا دخل، ما يمكنش تربح كاع الماتشات وما يمكنش تكون ديما مزيان، ولكن على الاقل تكون انت مع راسك قلتي انا راني عطيت كل شيء، نتذكر المباراه ديال وجده 5-1 كنت دابز انا والحاج نجمي باش نلعبوا، الحاج نجمي كيولي ما تلعبش، كان عندي تمزق عضلي وحزمت الرجل ودخلنا كنلعبوا، كنت بليسي لان كانت انا ذاك النتائج ما كانتش مصلحتنا وكان خصنا نفوزوا بهذيك المباراه، دونك كانت مباراه مصيريه ما كنتش تقدر العرسي كان كيدابز معايا باش ما نرجعش نلعب، كان عندي الفتق كنت فاتح على 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 الفتق ورجعت قبل الوقت كنلعب، والله العظيم الا في مباراه ديال الجمعيه السلاويه في سيدي قاسم رجعت كنلعب باقي عندي خيط في اليمين وخيط في اليسار، ماتش دوجده كنت كنعاني لدرجه ما كملتش المباراه كاع،
ما كملش المباراه ملي سماركا كنظن الهدف الخامس طلب التغيير من عند من عند من عند الحاج نجمي. كنا ربحنا بخمسه ماركات اربعه مارك مباراه الزمالك في الزمالك 3-0 كنت مصاب. ماركيت انا ومايغا وياجور محسن بزاف المباريات كانت ماشي غير انا ما كنهضرش على نفسي ماشي غير انا كانوا لاعبين كثار كيكونوا مصابين بيدودان راه كان رجلو ما كيقولوا لي تدخل تقدر ما تخرجش اكيد انك ندري انا في الفتره ديالنا ديال تمارا كانوا لاعبين في القسم الوطني الثاني ما عندهم علاقه بوهده تمارا وكيجي عندك تيقول لك عافاك سفيان هضر مع المدرب راني باغي نلعب هذه المباراه هذه كتبقى كما قلتي انت شويه ديال النفس ماشي النفس على شوف بغض النظر على النفس على على على, على الفرقه هذه كتبقى حاجه استثنائيه ولكن كتبقى النفس على راسك انت بعدا كتكون انا خصني ملي نخرج للزنقه نتلاقى مع واحد يسلم عليا حيت انا تنقولها للدراري لي جون وتنقولها للدراري ملي كنت خدام مع تماره تنقولها حتى لدابا الدراري ملي كنتلاقى معاهم راه حاجه وحده اللي تنقول ليه الكارير ديالك راه غيسالي واحد النهار راه ملي سالي داك الكارير خصك تلاقى مع واحد السيد في الزنقه يسلم عليك ما غتلاقاش معاه يقول اودي اش كان كيضحك علينا تقدر ما تديش القاب كثيره ولكن تبقى في الذاكره ديما مشات الصدفه اني ما عمري خسرت مباراه ديال الوداد مع الرجاء الرياضي لعبت اربعه ديال الديربيات واحد ما كنتش فيه كنت في الاحتياط ربحنا واحد لصفر ربحنا جوج لواحد شاء الصدفة اني سجلت فيهم بجوج مع بركان درنا 0-0 مع مراكش ربحنا بجوج وتعادلنا في واحد مع الجيش درنا واحد لواحد شاء الصدفة ان المباريات ديالي اللي كانت ضد فريق الوداد ما خسرتش فيهم من الصدف ما خسرتش فيها لا شوف حنا كنا خسرنا هنا كما كيعرف كل شيء كاع الرجاويين كيعرفوا خسرنا مع الزمالك في الرباط بجوج لصفر يعني حتى مباراه العوده كانت شبه مستحيله يعني حتى حنا في الدهن ديالنا مشينا بكل صراحه ماشي على اساس باش نديروا ريمونتادا ولا باش نرجعوا ولا الزمالك انا ذاك بحال ملي كتقول لي انت الرجاء غتمشي تربح الزمالك بجوج لصفر في مصر وغادي غتخسر في المغرب بثلاثه يعني نوعا ما احنا ماشي مع احترامي للدوريات ديالنا وهذا احنا ماشي في الدوريات الاوروبيه ولا الدوري الانجليزي ولا يعني مستبعده نوعا ما مشينا على اساس حفظ ماء الوجه كيف ما تنقولوا كما كان الحركه تلعب فريق كبير اللي هو الرجاء تمشي تربح او تعادل المهم تمشي ما تادي يعني حتى الجمهور ديالك ولا انت يهزوا يرفعوا الراس ديالهم التوني ديال الرجاء ماشي شي اي فرقه كما بغى يكون الحال انت ديك الساعه كتمثل المغرب الرجاء او فريق اخر كتمثل المغرب مشينا على هذا الاساس الاسبوع اللي قضيناه في القاهره كنا في واحد الفندق كل يوم كاين عرس تما فرح كاين عرس تمايا كل يوم كاين عرس يعني الصغير ماشي كنمشيو نسهروا نحضروا العرس مي العراسات ديالهم كيداروا يا اما في قاعه الصوت كيوصلك يا اما في الجرده ديال الوطيل على المسبح كطل المشترجم راه حداك انا راه جالسين معاك الناس مشينا اليوم للمباراه لبسنا التوني ديالنا غنخرجوا كيبانوا لنا اللعابه ديال الزمالك يلاه جايين وبحوايجهم عاديين ماشي لينيفورم كما تنقولوا السيرفيت ديال الفرقه ولا يعني ما كانوش معسكر كل واحد جايب السياره ديالو جايين داخلين عادي طلعنا نسخنوا نديروا التسخينات قبل المباراه والاحماء اللاعبين ديال الزمالك هما غيطلعوا هنا يطلعوا هما غيطلعوا هنا يطلعوا حنا غنسالي ولا كنديروا ديك الفيفاسيتي ولا في اخر الحصه ديال الاحماء عاد هما طلعوا حيه وغير الجمهور وهبطوا ملي سولنا قال لك راه داروا غير احماء خفيف لتحت في حدا الفيستير ما عجبناش الحال والشهاده لله جمعنا مصطفى الشادلي تحيه كبيره ليه وقال لنا الاخوان هاد الناس هادو راه حقرونا راه لا ما ديناش الكاليفيكاسيون من هنايا راه لا ما ديناش الكاليفيكاسيون راه حتى واحد فينا ما يستحق انه يحمل هاد القميص هذا دايره حقره كبيره هذه تما فين خدينا القرار اننا نطلعوا ونفوزوا بالمباراه شاء الصدف ان فوق في 20 دقيقه او 22 كنا 2-0 عندنا النتيجه ومحسن ياجور دخل في الشوط الثاني مارك لنا الهدف الثالث الخلاصه ان ماشي ضروري انك ماشي ضروري مي كيبقى بيدك انت كاين المباراه ديال الجيش الملكي في الدار البيضاء الرجاء والجيش كانت مشات لنا البطوله كنا خسرنا كانت دخلت في ما نقولش في اكتئاب وانما بحال نقولوا صدمه يعني بحال ما تيقتيش كنت انت الاول انا ذاك كان معاهم كانت ترسانه كبيره ديال فريق الجيش الملكي راه ملي كتهضر على ارمومان كتهضر على يوسف قديوي بوبو ودو لا ما كانش ودوش لا ما كانش ودوش
جا موراها ودوش كان ارمومان كان وقيلا ما كانش خويا جواد سمح ليها ما وقيلا واش كان ولا ما كانش ما تذكرش مي كان ياسين نعوم كان بوبو ونتوش راه غير ملي فيه محمد فاخر راه فيه كلشي ملي فيه محمد فاخر راه فيه كلشي وخسرنا في الدار البيضاء وكنا حنا الاولين وخسرنا في الدار البيضاء ومشات لنا البطوله في الدار البيضاء كانت هذيك وشاءت الصدف اننا في الاسبوع اللي موراها غنلعبوا ضد الاهلي في مصر يعني ذاك الاسبوع داز عندي من اكفس الاسابيع اللي داز لان خسرنا مباراه الجيش وخسرنا مباراه ديال الاهلي الحمد لله ان مباراه الاهلي كانت دور مجموعات لا شوف اوسكار من 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 المدربين اللي عطوني بزاف اللي عطوني بزاف اول حاجه ما نقولش الثقه وانما عطاك كيفاش تحول نقاط الضعف ديالك لنقاط قوه لك نعطيك مثال بسيط انا قبل اوسكار كنت كنلعب في الجهه اليمنى علاش لان كان عندي فيبليس ديال رجلي اليسرى او ضعف في رجلي اليسرى كنا كنضحكوا بها كيقول لي ضرب برجلك اليسرى كنقول لها خدمها لومبرياج كتخدمي في لومبرياج ما تدير بها كونترول ما تعطي بها باس ما دير بها سونتراج دونك ملي جا اوسكار خلاك تقتنع باللي هذيك البي فيبل ولا كنقولوا الرجل الضعيفه ديالك ترجع رجل القوه ديالك يعني خلاني وليت نعرف نلعب في الجهه اليسرى ملي كتلعب في الجهه اليسرى ملي كتبغي نقولوا حنا ديبوردي ولا تجري تفوت اللاعب ولا دريبلي ولا تراوغ اللاعب اللي كيكون في الجهه اليمنى كتراوغو على الرجل اليمنى اللي ماشي هي رجل الارتكاز ما كاينش اللي كيدير عليها لابوي كيولي هذاك لاري دروا او المدافع الايمن يسد لك الخط باش ما تجريش انت من هذيك الجهه دونك ملي كيسد لك الخط اش كيفتح لك كيفتح لك الرجل القويه ديالك اللي هي الرجل اليمنى كتولي تدخل على رجلك اليمنى دونك علمناك بزاف الحوايج انا كان عندي فيبليس في لو جو تيت في اللعب بالراس مع اوسكار تعلمت ليه ديال ما كنتش كندخل في الديال ما كنتش كندخل في واحد مع واحد ندرب ليك من بعيد من علمني بزاف ديال الحوايج علمك باللي تضحي على قبل الفرقه ما تلعبش غير راسك ما تلعبش غير السميه حكا انا وبعدي الطوفان لا فرقتك الا تالقتي مع فرقتك تالق على قبل المجموعه او تضحي على قبل المجموعه غتضحي على قبلك كاين فرق بين انك تضحي على قبل راسك غير واحد وعشرة اللعابه معك يضحيوا على قبلك وهذا الشيء عشناه مع مصطفى بيضوضه في كاس العرب كان وصل لأربعة أهداف كنظن خمسة الأهداف وكان الهداف عنده ستة الأهداف ولعبنا المباراة الآلي والمباراة ديال الذهب والإياب في النهائي كل شيء كيقلب عليه يعطي مصطفى بيضوضان باش يدي الهداف ديال هادشي تعلمناه مع وأنا نهضر على شخصيا تعلمته مع أوسكار هادشي تعلمته مع أوسكار نتمنى أنني نعلمو الدراري اللي غيخدموا تحت الإشراف ديالي ولا لا شوف والله ما ندمت على شي حاجه في الكارير ديالي والله خويا ما ندمت على شي حاجه في الكارير ديالي بزاف الناس تيقولوا لي او تيطرحوا عليا سواء في الشارع او منابر اعلاميه تيقولوا لي سفيان واش ما ندمتيش مشيتي للعين الجواب ديالي اش تيكون داك الشيء اللي دوزت في الكارير ديالي والاصابات اللي تعرضت لهم وداك الشيء اللي دوزت حاليا نكون لعبت مع ليكيب ناسيونال دومي فينال كاس العالم الاسهم ديالي فين غتكون اخويا حمزه غتكون ارتفعت لواحد يجيني عرض من العين اول عرض نقبله هو العين الامارات ما تقدرش تصور العلاقه اللي عندي مع دوك الناس لا شيوخ شيخ محمد شيخ هزاع لا محمد بن تعلوب اللي متابعت الاخ الكبير ديالي داكشي اللي داروا هذوك الناس معايا واللي بقاو كيديروه معايا ملي ساليت الكره ملي ساليت الكارير والشوفه ديالهم فيك كما تنقولوا الناس كيعقلوا على الخير تتاح لي الفرصه اني نرجع نلعب دابا وترجع لي الكارير ديالي للور هذه 15 عام وتجيني فريق في اوروبا ويجيني فريق كيما بغى يكون نوعه ويجيني العين لوبسيون الاولى العين نسيني مع اليوفي شهر 12 2024 ولكن من الصيف 2024 نسيناها في العين لا شوف خصك تعيش اللي عشتو مع دوك الناس كلاعب وبعد الاعتزال خلي هذاك موضوع اخر طريقه باش تعاملوا معايا طريقه باش تم العلاج والطريقه ديال هذاك موضوع اخر انا ما كنهضرش على هذاك الموضوع كنهضر على توسكي كره وخارج نطاق الكره لا هو سؤال صعيب باش نجاوب عليه سؤال صعيب 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 باش نجاوب عليه لان قلت يا قبيله واش ندمتي ندمت واحد النهار سمعت ليه واحد النهار ندمت سمعت لهذا المدرب واحد النهار ندمت
ولكن المدربين اللي اشتغلت معاهم، اشتغلت مع محمد فاخر من احسن المدربين اللي اشتغلت معاهم، هشام الدميعي، نضلك مدربين المغاربه، هشام الدميعي، سي محمد الجميع، على راسهم بالدرجه الاولى سي فتحي جمال، انا كان اول مدرب اشتغلت معاه، ما ننساش سي بشعيب مدرب ديال النقل الحضري، ما ننساش حفيظ العدروس استاذ التربيه البدنيه ومدرب اللي كان اول مدرب في نهضه الكاره، ملي كنهضروا على المدربين الاجانب على راسهم اوسكار فيلوني، كيجي موراه تيتي المدرب ديال المنتخب البرازيلي، شايفر مدرب الالماني، يعني هادو مدربين اللي كانوا، ما حصلش لي الشرف اني نشتغل مع اف شاي، لان في الفتره اللي كان جا فيها اف شاي للرجاء انا كنت انتقلت العين. لا ما كنقولش، شوف 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 صراحه، باش نكونوا لكل ذي حق حقها، باش نكونوا واضحين، حتى الدراري اللي كنا كنمشيو، ملي كنت كنمشي شخصيا، ملي كنت كنمشي ليكيب ناسيونال وكنلقى الدراري اللي كيجيو من اوروبا، انا ذاك كانت الفرقه، كان نور الدين نيبت، كان يوسف شيبو، بزاف ناس غيسالوا قالوا واش لعب مع نور الدين نيبت، وملي كنت كندخل المعسكرات كان باقي انا ذاك كيلعب نور الدين نيبت، وكان يوسف شيبو، كان يوسف حجي، مروان شماخ، خرجة، عبد الكريم قيسي، السفري، طارق سكيتيوي، يوسف حجي ذكرتو، كان نادي المياغري، المهم لاعبين اللي كانوا كيجيو من الاحتراف، بدر القادوري، هادو لاعبين كان انا ذاك بعض اللاعبين كيريحوا احتياط وانت كتلعب. ملي كنهضروا على شماخ، كنهضروا على زياو الزايرين، اللاعبين ديال الهجوم، يوسف مختاري، ما كانوش كيشوفوا فيك بنظره دونيه او نظره تحت المعدل. لا بالعكس انا نتذكر ان نور الدين واحد النهار قال لي ما تقولش راني كنتخلص قليل، قول راني كنلعب مزيان، راك انت كتجيب كتخلص مزيان وكتلعب في بلاصه واحد كيتخلص اكثر منك، هذا يعطيك دافع باش انك انت تخرج، باش تولي بحاله، تولي احسن منه، تولي انت تحصل الوضعيه ديالك والوضعيه ديال الاسره ديالك، يعني كيخليوك حتى الدراري تيعاونوك، لونتوغاج كيعاون حمزه، كيعاونوك، كيخليوك تاخذها بمساله ايجابيه، ما تبقاش تريح وتقول علاش انا دابا راني كنلعب تيشولار وكنتخلص قل منهم وكندير، وتقدر تخلص اخويا حمزه تا مليار في الشهر، وتلعب غير سيمانه وتبليسه وما تبقى لا مليار لا هذيك 2000 درهم. لا شوف لا شوف انا اللي كان حفزني اكثر واللي عاوني في التدريب، كاينين جوج الناس بغض النظر على اللاعبين اللي كيلعبوا في وراه كيعطوك نصائح، اجي هنا، سير من هنا، ملي نشد الكره اطلبها هنا، ملي كنهضروا على التدريب كنهضروا على مصطفى بيدودان، وكنهضروا على عبد الطيف جريندو، هاد الجوج هادو اش كانوا كيديروا، بحال دابا مصطفى بيدودان، كنت ملي كان نضيع شي فرصه في البدايه ديالي، كنت ملي كنضيع شي فرصه كنتعصب وكنضرب في الارض ولا وعلاش، ومصطفى بيدودان كان كيقول لي شوف راه ملي كدير بحال هكا راه التركيز ديالك كيمشي، وبقى في التدريب في الماتشات، في التدريب في الماتشات، حتى ما بقاتش فيا هاد العاده، وليت كنركز اكثر، تيقول لي ملي تضيعها وتمشي للدار ريح وقول علاش، شنو اللي درت ما كانش خصني ندير، وشنو اللي ما درتش كان خصني ندير، سواء دريبل او تمريره او عرضيه او ضياع فرصه، شنو اللي كان خصني ندير وما درتوش، ولا اشنو اللي درت حتى ضيعت هذه المحاوله او هذه الفرصه أو. في التدريب كان كيشتغل معايا بزاف، كان كيوجهني وقف هنا، لا ما تمشيش دابا، تعطل حتى تخرج الكره عاد تسير، كان كيوجهني بزاف مصطفى، مصطفى كان كيوجهني بزاف، وعبد اللطيف جريندو، عبد اللطيف جريندو في الفتره اللي لعبت فيها بالنسبه ليا كان اصعب مدافع تقدر تلعب ضده هو عبد اللطيف جريندو. نهار كتلعب ضد عبد اللطيف جريندو راه كتلعب ضد واحد اللاعب اللي واحد المدافع اللي كويري، واحد المدافع اللي ديجا كويري، داك اللي كيكون كويري كيسبقك، الفكره اللي انت باغي دير هو فكر فيها ودارها في راسو، يعني كي اونتيسيبي كيف ما تنقولوا، كيسبق المحاوله قبل ما تدار المحاوله. عبد اللطيف كان كيعيط ليا وكنشتغل انا وياه الديول، كيقول لي اجي نستافد من السرعه ديالك، انت سريع نستافد من السرعه ديالك، ما كاينش شي واحد عندنا في الشامبيون اسرع منك، هو الغرض اللي منها راه ماشي انه يستافد، هو الغرض اللي منها انه يحفزني، تبقى لي انا في راسي باللي راه ما كاينش شي مهاجم في الشامبيونات اسرع مني،
يعني انا ملي كندخل للمباريات اش كنقول؟ وراه عبد اللطيف جري ندو قال لي راه ما كاينش شي واحد سرع مني، يعني هادشي اللي قدامي غنصوت فيه ونزيد. كتبقى لك في راسك وميم طون هو تيخدمها تيخدم معاك وانت تتخدم مع احسن مدافع كاين في الشامبيونه. ملي كتجاوز عبد اللطيف واخا غير مره اش كتقول؟ انا كنتذكر عبد اللطيف كان بعض المرات كيخليني ندوز باش تبقى لي في راسي راه دريبليت عبد اللطيف، دريبليت عبد اللطيف وما دريبليت حتى واحد، راه ما يمكنش. دونك كاين شي حويجات اللي كانوا الدراري تيعاونوك فيهم. الشادلي راه بوحدو، الشادلي حكايه بوحدها، الشادلي من الناس اللي كيخدموا قبل التدريب ومورا التدريب. ملي كنساليو التدريب كان حنا اصلا مقتولين، يعني ركابي ما بقاش عندك فين تزيد تمشي للفيسير تبدل، والشادلي عاد كترشق ليه هو السي سعيد دغاي باش يخدم مع الشادلي يجيب لنا كواري ويبدا يضرب لنا السونتراج ويجيبني انا وهشام بوشروان ولي زاتاكون يقول لك زيدوا خدموا معاه نتوما تستافدوا تماركي هو خصو يستافد يجبد ليكم. وكتبقى لك في راسك تيقول لك انا راه كنعيط لكم نتوما حيت نتوما احسن ما كاين في الشامبيونه، انا ملي ما ماركيش عليا احسن ما كاين في الشامبيونه، حتى واحد ما غيقدر يماركي عليا. وديك الساعه شكون اللي كان مزيان احسن من الشادلي؟ كان رقم واحد. وانت ملي كتجيك فرصه وكتماركي على الشادلي من سماها لماها وكتقول صافي السيمانه الجايه راه جوج ثلاثه، يعني شي كيعاون شي. وكانت ديك شوف الا كنتي كتعرف تقول في اللغه الفرنسيه غي وي نو وما كتخدمش باللغه الفرنسيه ما غتعلمش سافا ميرسي، ما غتعلمش ليها، خاصك تخدم تابليكي هادشي اللي كاين. الا ما دربتيش فوق التدريب ما عمرك غتطور، ما تبقى في نفس البلاصه كما تنقول. شوف كان نوعا ما كانت كان 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 هاد 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 المساله ديال طريقه الاحتفال ديال التشويكه كيفاش جات. كان واحد الاسبوع كان نوعا ما صعيب داز عندي، مورال مو ما كاينش. لعبنا واحد المباراه الحمد لله فزنا بها وما كنتش شوف الراجل لعبت ناقصه بكل صراحه، الراجل لعبنا ناقصين بالعام انا ما كاينش في الماتش. ورغم ذلك ما خرجونيش حاج نجمي، ما خرجنيش، كان هو اسطنبولي ما داروش ليا تغيير، كانوا عارفين الظرف اللي راني فيه. ولعبت بالحياه طالعه ما محسنش وجهي وشعري نازل يعني حتى ملي كتشوفني كتقول اليوم سفيان راه ماشي هو هذاك ذهنيا، ماشي هو هذاك. دونك ملي سالينا المباراه، اي مباراه كنساليو كنلقاو الجمهور جاوبوا ويساندوني هذا وما تقلقش بحال ساقول الاخبار ولا جو سي با، ما تقلقش وهذا ورحنا معاك وهذا وحنا معاكم وحنا ديما هادي وان شاء الله غادي تنلقوا هذا العام، تسناو الشامبيونات عام تسناو البطوله وهذا وبغيناك وبارك عليا حيد عندنا هذا الشيء مسح حيد ديك اللحيه. وكديك الساعه تندير الخط ما تنديرش اللحيه، كندير ذاك كنت انا ذاك كنت مولع ديال بييرو دونك كنديرو ذاك الخط. وقالوا لي وقف ذاك الشعر، نبغيو ديما نشوفوك بشعرك واقف كما عودتينا باش تكون ديما متالق. المباراة اللي غادا تجي موراها كانت في مركب محمد الخامس، سجلت كنت مورا المو مزيان الحمد لله سجلت. دابا انا سجلت باش نقول لهذوك الناس شكرا، مشيت للمكان ما جاتني في راسي غير هذيك الاحتفالية. قلتوا لي دير تشويكه، انا درت تشويكه، درت ديك الحركة، خرجت للزنقة من ورا المباراة اللي نتلقى معايا يديرها ليا، اللي نتلقى معايا يديرها ليا، قلت هذه زوينة عجبت الناس نبقى نديرها. المباراة الثانية الثالثة ليكيب ناسيونال، ملي خرجت الاحترام مشيت للعين، أول هدف ليا مع العين باش نشكر جمهور الدراجة على كل ما قدموه ليا وكل ما عطوه ليا، درتها نالت الإعجاب ديالهم في العين. ولا الجمهور العينوي تيقول لي ودابا هاد الاحتفالية اللي درتي كي غنديروا ليها حنا بالغطرة والعقال، ما عندناش كي نديروا ليها. قلت لهم شوفوا كيفاش ديروا، ملي نبغيو نحيدوا الغطرة والعقال وشوفوا كيفاش ديروا. بقات من تما بقات مرتبطة مع الوصل، مع الوصل، لان كان الفتره اللي كنت مشيت منها من الرجاء للوصل كانت ماشي بالاختيار ديالي وانما كنت مجبر، كان وقعوا ظروف انها تسينات كونترا وانا ما عارفش شنو كاين في الكونترا. كان اتفاق بين نادي العين والرجاء على اساس باش انني في اي وقت بغوني العين، يعني في راس العام الا بغوني العين نرجع نقدر نرجع. والعين كانوا على اتفاق مسبق مع الوصل باش نمشي عندهم، الرجاء كانوا موافقين، انا ما في خباريش يحسب لي بلي راني غادي نبقى عام كامل. دونك انا ملي مشيت جمهور الرجاء كيحسب لهم بلي راني خويت بالفريق ومشيت في راس العام وانا كنت مجبر، يعني انا ملزم باش نطبق العقد. حتى لو كون بقيت ما كنتش غنقدر نلعب مع الرجاء، لان كان العقد ديالي ديك الساعه ديجا راني في الوصل، لدرجه اني ملي وصلت الوصل لقيت البيت صورتي واصله قبل مني، قبل ما نوصل انا نوصل لدبي.
ملي جات ديك المباراه باش نعبر الانتماء ديالي للرجاء والجمهور وهذا، لان من بعدها تفهموا المساله وما بقاوش كما تنقولوا مقلقين ولا غضبانين وهذا. دونك رجع الود كيف ما تنقولوا، حبيت اني نشكر ومشكرتهم بهذيك الطريقه. لا ما عمرو كان وكيل انا كريم بلق، انا عمر كريم بلق كان وكيل معايا، لدرجه انا وكريم راه قلنا سنين كونطرا ديال 3 موا 3 شهر انا وكريم. انا ما عمري خدمت مع شي وكيل لاعبين من غير كريم بلق، خدمت معاه هو الوحيد اللي خدمت معاه، وكنظن انا الوحيد اللي ما كانش عندي معاه كونطرا. درت معاه كونطرا ديال تقريبا 3 شهور في الاول، بحكم اني ما كنتش كنعرفو وما كانش كيعرفني انا كيداير وهذا. من بعدها اشتغلنا بلا عقد بلا بالكلمه. وانا كريم بالنسبه لي ما عمرو كان وكيل، كان اخ، كان استشر معاه في الكبيره والصغيره، وقف معايا بعد نقطه وباقي لحد الان على تواصل، لدرجه كنت كنسمع شي حاجه على كريم كنقول الناس اش كيقولوا، وقيلا ملي غنسالي الكره راه بصح. كريم اللي عرفت النهار الاول هو كريم اللي باقي دابا الحمد لله على تواصل، الا عندي شي اشكال ولا شي مشكل تيحلو. نقدر نقول اللاعبين عرفوا تختاروا الوكيل، لان وكيل اللاعبين راه ماشي وكيل اللاعبين، وكيل اللاعبين تيكون مثابه الاب ديالك، خصو يكون يخاف عليك، خصو يكون خاف على مستقبلك، يضمن لك مستقبلك قبل من المسائل الماديه ديالو، لان حتى هو خدام خدمته هذه، مي يضمن لك حقك انت قبل حقه. هو هادشي اللي لقيتو في كريم.